gentlemen, please help me welcome first to the ring, fighting out of the red corner. He comes in at a height of 172 centimeters with an official weight of 62.2 kgs. He has a pro record of 2 wins and only a single loss. Representing Team Donkey, he hails from Tajikistan. Please help me welcome Siyovush, the Mountain Wolf, GULMAMADOV. مشاهدينا الكرام، هنا في الزاوية الحمراء المقاتل الطاجيكستاني الشرس سيوفيش، صاحب عمر 34 سنة، الطول 1.72 متر، طبعا 62 كيلو إجرام في الميزان الرسمي. طبعا هذه الفئة على وزن 62.2 جرام. طبعا من طاجيكستان في رصيده فوزين وخسارة واحدة، يمثل فريق نوغيرا دبي وأيضا يلقب بي وولف. طبعا هذا المقاتل شاهدناه في العديد من البطولات، كانت آخر نزال له في بطولة الكي 1 الأولى أمام لاعب المنتخب سمير نور الدين، الذي كان نزاله قبل قليل مع لوتشن، حيث انتهى هذا النزال بفوز المقاتل سيوفيش على لاعب سمير. وأيضا كان له مواجهات في هارنوكس أمام المقاتل أتوقع اللبناني رحمون، وله مشاركات أيضا على مستوى الهواء. مقاتل شرس ويتمتع بعدوانية وشراسة وقوة بدنية عالية. نزال لن يكون عليه بالسهل، لكن سيتمتع بنوع من الشراسة. And now, bring out his opponent to the ring, fighting out of the blue corner. He comes in at a height of 175 centimeters with an official weight of 62.2 kgs even. He has a pro record of 11 wins and only a singular loss. Representing TK MMA, he hails from Uzbekistan. Please help me welcome Mavlud Tupiev. إذن مافلود تويوفيت، مقاتل الركن الأحمر، هذا المقاتل الذي نشاهده أمامنا، صاحب عمر 30 سنة، الطول 1.75 متر في الميزان الرسمي، حصل على 62.2 جرام، ومن أوزبكستان، يمثل فريق تي كي، صاحب خبرة عالية، 11 نزال وخسارة واحدة. طبعا هذا المقاتل يتمتع بقوة بدنية وشراسة غير طبيعية صراحة. سيكون اختبار شوي صعب على سيوفوش، وسيكون في مواجهة نوعا ما صعبة، لكن ستكون فيها ندية. وهذا المقاتل شاهدناه في توب كينج تشامبيونشيب في الصين في عام 2018 مع مقاتل صيني، وايضا لعب في منظمه ميكس جالا فايت في المانيا، وكان له ايضا العديد من المواجهات على مستوى المستوى الاوزبكستاني والروسي، حيث اخر بطوله كانت له في ذا ار سي سي كيك بوكسينج في روسيا في هذا العام. نعم، شاهدت آخر نزال له أنهى بالضربة الفنية القاضية في روسيا في هذا العام الشهر السابق. مقاتل نشيط لا يتوقف، ونشاهده في الحلبة. صرح أنه سينهي النزال بضربة فنية قاضية، لكن سيوفيش وأمامنا على الشاشة المدربة سارة وعدونا. Our combatants are ready. Referee Sami Savo will now be giving his final instructions to the kickboxers. Fighters, fair play. Shake hands. Shake hands. And good luck. إذن الحكم الصربي سامي سيدير هذا النزال. مشاهدينا الكرام،
نزال يوتر، نزال شوي راح يشكون في قوة بدنية. خلينا نبلش، لكمات اللاعب مفلود قوية صراحة، لكن هناك شراسة من المقاتل سيوفوش وممكن انه يفاجئنا اليوم صراحة. لا ادري، مفلود يجب عليه ان يكون نشوف النزال امامنا مشاهدينا الكرام، ونشوف محاولة من كلا اللاعبين لدخول لجو النزال، ويحاول مفلود من انه يدير المسافة، لكن تحركات المقاتل سيوفيتش جيدة جدا وممتازة، ويتحرك بشكل جيد، يبتعد عن اللكمات، دارس الخصم. يطلب الحكم من كلا المقاتلين نوجه ضربات صحيحة. حدا من يجب عليه انه يحذر من اللكمة اليسارية المقاتل سيوفيتش، لانه لكمات مفلود مؤثرة جدا، وخاصة اللكمة اليسارية، حيث في اخر نزال انهى النزال بضربة فنية قاضية عن طريق لكمة يمينية. نشوف تركيز واضح من المقاتل مفلود، ونشوف حتى ستايله شوي رايح ل الاسلوب اللي فيه ضربة واحدة فتع، يبحث عن ضربة فنية قاضية. نعم، يجب عليه سيوفيتش الان انه ما يصطدم معاه، ويحاول انه يدير النزال بحيث مش يتقدم بهذا الشكل، لانه المقاتل مفلود اطلع يستنى هجوم المقاتل سيوفيتش، بعد هذا الهجوم يحاول يوجه هجمه، اما ان تكون لكمه واما ان تكون حلوه للباك سبيننج كيك، لكن التغطيه الدفاعيه موجوده من مفلود. حلو الهوك اليساري من المقاتل سيوفيتش، اشتباك والتحام، ويحاول نعم 5 ثواني، ضربة واحدة هذا ما هو مسموح لك لا أكثر. حتى الآن حتى نشوف في فرق يعني القوة حلو، يعني المقاتل مفلود شوي يخوف شوي يخوف، لكن ما زال سيوفيتش يحاول يبحث عن ثغرة ينهي فيها النزال. تحركات يعني خليني أقول فنياً أشاهد أن التغطية الدفاعية عند مفلود ممتازة جداً، حيث أنه سيوفيتش يوجه لكمات، يوجه الضربات عن طريق الركل، لكن الإغلاق اللي يتمتع فيه مفلود صراحة مش معطي مجال للمقاتل سيوفيتش انه يستفيد من اي هجمه. فرونت كيك ما نعم ممكن يستفيد منها، ياخذ استبل الامام مفلود، يحاول يسكر المسافه، يفتح بالجاب جاب، ومن ثم يا يوجه ركله يا يوجه لكمه. تحس مفلود عنده خطه موضوعه، وتحس مفلود انه يتحرك بخطه قتاليه، وخلينا نحكي اي كيو او ذكاء قتالي يتمتع فيه وعارف شو بيسوي. المقاتل سيوفيتش تشعر انه شوي نوعا ما عشوائي، لن يعني اظلمه، لكن شوف الضربه المؤثره هون، لكن واعي. سيوفيتش كما قلنا ما اشعر انه في هناك خطه واضحه يريد انه يتبعها، يبحث عن الالتحام، يبحث عن الاشتباك، لكن أكون صادق بالنسبة إلي، هل هناك في استراتيجية واضحة منه؟ لا، عكس مفلود، لكن دعونا نرى. هنا المدربة سارة وسعيد المزروعي مع المقاتل سيوفيتش والمدرب خسان وخسان من تيكي مع اللاعب مفلود. إذن تبدأ الجولة الثانية مشاهدينا الكرام، ونشوف تغطية اللكمة اليسارية تخوفني من المقاتل مفلود. يبحث عن التريك كيك المقاتل سيوفيتش، حتى النزول بهذا النحو من سيوفيتش يشكل خطورة فقط إذا وجه ضربة مستقيمة عن طريق الركبة المقاتل مفلود.
حلو يتحرك جميل يتحرك جميل نشوف التوجيهات يحاول يسكر المسافة المقاتل سيوفيش عفوا مفلود ويضغط المقاتل سيوفيش ونشوف الهوك الأوفر هوك اليميني من المقاتل مفلود يتحرك للأمام يحاول وجه لكمات على مستوى الجسد ومن ثم أعلى يعني نشوف مشاهدينا حتى الركلات اللي يوجهها سيوفيش حتى لو كانت على مستوى الرأس تغطية غير طبيعية من المقاتل أو فرونت كيك على مستوى الجسد ونشوف التحركات مشاهدينا الكرام لا لا النزول بهذا الشكل والله خطر والله خطر يعني حتى أنا أعلق أتوتر معه أخشى عليه من ضربة أمامية توديه لمكان لا يشعر أين هو فيه نعم إذن هاني وهنا ركلة على مستوى الجسد ونشوف التغطية الدفاعية اللي يتميز فيها المقاتل مفلود باك العشوائيات في مثل هذه النزالات ما تنفع صراحة يجب عليه سيوفيش انه يكون عارف شو سوي ما يستهلك قوته بضربات غير فعالة او خلي ما يستنفذ طاقته بضربات ما إلها داعي نعم هنا تنبيه من الحكم سامي ونشوف التيب على مستوى الجسد في هناك قوة غير طبيعية في لكمة مفلود يعني تشعر لو اجت على مكان صحيح ممكن انها تخلص النزال اقل من 30 ثانية نهاية هذه الجولة الثانية من هذا النزال وهنا اشتباك والتحام وضربات بالركبة ويطلب الحكم فض الاشتباك اوه هنا مزك ولكمة على مستوى الجسد على مستوى الرأس عفوا لكن كان هناك تنبيه من الحكم غير واضح جرس الجولة الثانية يعلن نهايتها مشاهدينا الكرام و يروح كلا اللاعبين إلى الزاوية الخاصة بهم ليستمعوا لتوجيهات مدربيهم إذن جولة ثالثة وأخيرة لهذا النزال مشاهدينا الكرام ما هي الجيم بلان اللي ممكن يتبعها كلا اللاعبين ما هي الخطة المتبعة اللي ممكن يستفيد منها سيوفيش في هذه الجولة الثالثة وما نشوف كان على ما يبدو يريد وجه على ما يبدو لا أدري ضربة كانت هي للساوث إلبو نشوف المسك هون 3 ثواني ضربة لو إجت على مستوى الفك كان لها صراحة عنوان آخر إذن لحظات وتبدأ الجولة الثالثة مشاهدينا الكرام ويعلنها حكام هذه الحلبة جرس الجولة الثالثة هنا اشتباك نزول الرأس بهذا الشكل يشكل خطوة هل سيكون هناك لياقة بدنية كافية لكل اللاعبين ليستفيدوا في هذه الجولة وهل سيستمع اللاعبين لتوجيهات مدربيهم في هذه الجولة كما نعلم توجيهات المدربين في هذه الجولة خاصة مهم جدا ويجب على اللاعبين أن يستمعوا لها بشكل جيد لكي يستفيدوا وتؤثر على مجرى النزال مشاهدينا نشوف القوة البدنية من مفلود ونشوف التحركات شوي يتوتر المقاتل سيوفيش في أشعر في هذه الجولة نعم يتحرك ركلة هذه الحركات الدائرية أو اللكمات اللولبية ليس لها داعي لأنها تكون من غير عنوان المستقيم أفضل للمقاتل سيوفيش الضربات المستقيمة أفضل من الضربات الدائرية ويجب أن يكون لضرباتك يا سيوفيش عنوان ما تكون فقط أنك توجه ضرباتك فقط نعم
عكس مفلود. ارجع اقول مفلود تركيز عالي، ضربات واضحه مؤثره، عارف شو يسوي. عكس تماما مفلود، هذه الضربات الدائريه اللي ممكن انها تكون استهلاك للطاقه فقط، يعني نشوف تروح ما الها عنوان. ركله على مستوى الفخذ الداخلي من المقاتل مفلود، لكن مثل هذه الضربات او هذه اللكمات ممكن. اوه جمب فرونت لي، نشوف ممكن مثل الضربات الدائريه ممكن نوعا ما احيانا تشكل خطوره، يعني ممكن ضربه واحده صراحه اذا وصلت الى الخصم ممكن انها تغير مجرى النساء. حلو، أقل من دقيقة على نهاية النزال. متابعينا الكرام، جولة أولى، جولة ثانية، جولة ثالثة نشاهدها أمامنا. برأيكم متابعينا الكرام، توقعوا معنا من هو المقاتل الذي سيقنع الحكام والقضاء في هذا النزال؟ مفلود في الركن الأزرق أم سيوفيش في الركن الأحمر؟ وهل من الممكن أن يكون في 30 ثانية المتبقية مفاجأة من إحدى اللاعبين؟ نعم، هنا لقطة طريفة من المقاتل مفلود. أوه حلوة الباك سبيننج كيك، صابت هذه المرة. نعم من المقاتل سيوفيش، و إذن جرس الجولة الثالثة ونهاية النزال. متابعينا الكرام، مفلود في الركن الأزرق من فريق تي كي، سيوفيش في الركن الأحمر هنا أمامنا على الشاشة. لحظات وستبدأ، أو عفوا لحظات سنشاهد أمامنا النتيجة الرسمية لهذا النزال. لقطات إعادة من هذه المباراة نشاهدها أمامنا مشاهدينا الكرام. شاركونا أراءكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأراءكم الفنية التي تشكل عصف ذهني بين مشاهدين والمتابعين، التي سوف تؤثر، أو خلينا نحكي تؤثر فنيا على المستوى الفكري الخاص بالمتابعين. وحتى الآن يعني يبسطني ويسعدني أني أشاهد وأستمع إلى آراء متابعين ونظرات فنية صحيحة. أصبح الآن اللاعبين المشاهدين منفتحين أكثر، عندهم معلومات أكثر عن اللعبة، حتى في الجانب التحكيمي تشعر أنهم أصبحوا هناك دراية في كيف تحتسب النقاط ومن ممكن أن يقنع القضاء. لكن دعونا نرى في تعليقاتكم من برأيكم الفائز في هذا النزال، سيوفيش في الركن الأحمر أم مفلود في الركن الأزرق؟ إذن لحظات وسيعلنها رسميا ريشي والفائز في هذا النزال. Ladies and gentlemen, our final prelim bout of the evening comes to a stop after three-minute rounds in a super lightweight K-1 contest. All three judges have ruled in favor of your winner by unanimous decision. To the blue corner, Mavlud Tupiev. إذن مفلود في الركن الأحمر يقنع القضاء ويفوز في هذا النزال. ألف مليون مبارك لهذا المقاتل، ومبارك لفريق تي كي، وهارد لك للمقاتل سيوفيش. أحسنت سيوفيش صراحة، أحسن في هذا النزال، وأمام مقاتل في مثل هذه الخبرة راح جاي. Mr. Fahad Al-Abdouli, the Director of Sports Activities for the UAE Muay Thai and Kickboxing Federation. إذن الأستاذ فهد العبدولي في إدارة الأنشطة الرياضية في الاتحاد الإماراتي سيقوم بتتويج الفائز في هذا النزال وتسليمه درع الفوز ودرع البطولة الملكية. أمامنا نشوف السوبرفايزر للجنة التحكيم و
شوفوا. إذن مبارك مفلود، مبارك تيكي، مبروك خسان. خسان حتى الآن يعني شاركوا معنا 7 بطولات، خسان وخسان، صدقوني حتى الآن لا أستطيع أن أميز بينهم هؤلاء التوأم. ما شاء الله، يعني يا نادي هذا خسان يطلع خسان، أنادي خسان يطلع خسان، يعني ما أدري كيف ألاقي لها حل هذه المشكلة. لكن اثنين مدربين مميزين صراحة، مدربين ما شاء الله نشوفهم على الشاشة، ما أدري كيف لا تستطيع تميز معهم، لكن تشوفهم أمامك تضيع. على كل حال مبارك خسان، مبارك خسان، تستحقوا هذا الفوز، تستحقوا هذا الدرع. مدربين مجتهدين، مدربين صراحة تعملون بجهد و بمثابرة، ويعطيكم ألف ألف عافية من المدربين صراحة المتألقين هنا في دولة الإمارات. Ladies and gentlemen, I'm stood here with the winner, Mavlud Tupiev. Mavlud, you just take home another win, making your record 12-1. It must be a thrilling experience being here at the luxurious Emirates Palace at K1 Royal Battle. What are your thoughts? Assalamu alaikum. Сначала поздравить эта организация K1. Спасибо. Еще у меня Дубай Джим, ТК ММА, Хан. Thank you. Thank you, my coach, Hassan Hussein. Thank you, organization. I love you, Uzbekistan. Salam alaikum to everybody. I want to say thank you for Federation. Very good competition. We always live after your competition. Thank you. Thank you so much for my brother, Tamham. Thank you for my gym, TK. Это поздравить, что любимый моя мама, это победа ваша. This is my win for my mother. I want to thank you, say thank you so much for my mother. And one more time, thank you so much, Federation. Thank you. Дамы и господа, поприветствуем из Узбекистана Мавлуд Тупиев. Эдан, мубарак ли Мавлуд, мубарак ли валидет Мавлуд.